السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لاباس؟ ما عليكم، مش طولت الغيبة عليكم. ما تخافوش، راني هنا. بربي ان شاء الله راح نرجعوا بقوة. سنو برك نستابلي روحي بيان في الدار اللي راح نقليها ان شاء الله، ونعود نرجعوا مع الوصفات نتاعنا، مع الخرجات، مع كل شيء. اي حاجة تحبوها اكتبوا لي في لي كومونتير برك، وانا نكون عند رهن اشارتكم. لهنايا البنات، والله شوفوا ما ماني شي قاعدة، ودوك نعت لكم مقتطفات من نقول نتاعي. بصح وتشهيت لكم هاد الخبز هذا اللي يجي فارغ من داخل، خلاص. سورتو العيد الكبير يا البنات، بزاف مليح العيد، سورتو في لي ساندويتش ديريه للولاد. شوا واش تحبي تحشيه من الداخل، حبيتي ياكلوه كيما هكا ياكلوه كيما هكا. وزدت شاركت معكم وصفة نتاع الكفتة هذه اللحم ودجاج، في زوج مخلطين والتوابل وش حطيت كل شيء. المهم شاركت معاكم عشايا يا البنات، بزاف خفيف ظريف، وسورتو يوالم العيد الاضحى ان شاء الله. سي بوغ سا حبيت نشاركها معاكم. وهذه يا حبيباتي الوصفه تاعنا، بزاف سهله. دوك نبداو نديروها مع بعضنا، وشي قبل كل شيء راح نعطيكم شويه من مقتطفات نتاع الرويه اللي عندي. المهم اني قربت نكمل، راني قاعده نقل بشويه، قاعده نهز عبالي، مانيش خلاص قاعده نحط لكم في دي فيديو، على بالي بلي غبت بزاف 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 على اليوتيوب. مي بون يا البنات، هاكو على بالكم. المهم حبيباتي لهنا، شوفوا نعت لكم الرويه اللي راني فيها. شوفوا يا البنات كل شيء شوفوا. جبت القشنه تاع الشتاء، قشطه الصيف، خبيت في لي فاليز. تما شوفوا الحوايج اللي نحتاجهم حطيتهم في لي فاليز، والحوايج اللي ما نحتاجهمش يعني تاع الشتاء وكل شيء درت في الساكابو بال الكبار هذوك. الزور غسلتهم الكل وحطيتهم. البيبليوتيك دا الزوج تاعي، يعني دا الحوايج تاع كما نقولوها تلفزيون، اللي الحوايج اللي يتكسروا الفخاجيل بزاف، وبقاو لي دوك يزيد يجيب لي باش نفرغ الماعن. المهم حبيباتي علاش عليكم، غوزمو الدار شويه قريبه للدار هذه، هذا ما كان. شوفوا الرويه، وزاد ولادي لقاو غرتهم، تعرفوا الحاجه اللي لقاوها يطيشوها، الحاجه اللي لقاوها يرميوها. شوفوا راهم يجريو، راني قاعده نصور لكم، شوفوا واش كاين كل شيء. المهم حبيباتي هي، شوفوا الدار اللي نقلت ليها شويه هذه، شويه ضيقه على هذه، وشرح لي قلت نحصر فيها روحي، ما بسم الانسان حتى يفرج عليه وتوجد الدار نتاعو وخلاص. هاكو تعرفوا لي بكومونتير غير البنات يلعبوا بكم، ني شبعوا. حنا رانا نكملوا معاه بالشي اللي كان، زدنا كملنا كرينا عام ولا عامين اصافاغ، وكتاش تكمل الدار. والله ما على بالي يا البنات، ادعيوا لي ربي يسهل لنا ان شاء الله، باسكو كرهت فريمون، كرهت ما نقول. راني في غلبه، زجتني مع العيد الكبير. شوفوا راني في غلبه يا البنات وخلاص. المهم خلينا من الكوتي نيجاتيف، حنروحوا الكوتي بوزيتيف يا البنات. المهم حبيت نشارككم برك بعض المقتطفات من نقول نتاعي، وخلاص هذه هي. مي دوك نروح للدار ان شاء الله، راح نزيد نصور لكم كيف فرستها، كيف حط بغيت نصورها لكم افون ابخي. المهم حبيباتي مانيش ناسيتكم، فوالا كيما راكم تشوفوا. بربي ان شاء الله راحين نعاودو نرجعو وبقوه بقوه بقوه يا البنات. المهم نتوما ما تنساونيش بالجيم وبسيت كومونتير، الله لي تشجيع، باش نشوف حبيباتي اللي راهم قاعدين يتبعوا فيا اسكو صح راهم حاضرين معايا ولا نو، ولا اللي غير يقول لك اللي بعيد على العين بعيد على القلب. المهم حبيباتي لهنا راحين نروحو نبداو مع بعضنا الوصفه نتاعنا نتاع نهار اليوم، اللي على بالي ما كومش حتوليو تستغناو عليها. خلاص 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 خلاص. وزيدي يا البنات، كشغل يختمر مره واحده، مش حيزيد يختمر زوج مرات. الخبز هذا على بالي حتعتمدوه بزاف، سورتو لوليداتكم اللي عندهم الوليدات زي حالتي، يحبوا الحاجه اللي تقروش او ميم طون تجي فارغه من داخل. المهم يا البنات لهنا نديت لا بيبليوتيك، هذا الدوزيام جو راني صورته لكم، ديت لا بيبليوتيك، فرغت الماء نكل فرغوهم لي في الارض. المهم خلينا نروحوا للوصفه تاعنا نتاع نهار اليوم يا البنات. اول حاجه راح نبدا لكم بها هي الكفته تاعنا. شوفوا يا البنات، جيت وحده البنه وحده البنه وحده البنه، ولا تاع المحلات ولا تاع لي ريستورون يعني الكبار، صدقوني يا البنات. بصح شوفوا لهنا اللي عندها هذاك الموس اللي قاعدين تشوفوا به، ما عباليش كيفاش يسموه. المهم الموس هذا اللي ما عندهاش غير تشريه يا البنات، راهو بزاف براتيك وبزاف هايل. وصدقوني بلي الكفته هذه تاع نهار اليوم تصلح بهذا الموس خير من الروبو.
تصلح بالموس هذا خير من الروبو، صدقوني يا البنات تجي البنه تاعها خير. هذه هي هذيك شغل الكفته، هذه كفته تركيه. هزيتها لواحد الفيديو تاع الاتراك، يعني الواحد ما يكذبش على ربي، وحطيت نفس التوابل اللي حطوها. صح صح سيفغي، والله العلي العظيم بنا ولا اروع. انا اول مره خلط الدجاج مع الفيوند عشي وجات صح بنا رائعه. لهنا شويه نتاع معدنوس مع نص حبه نتاع بصل وربع فصوص نتاع ثوم. حطيت لافياند هاشي تاعي، ولهنا الدجاج تاعنا يكون شويه جامد باش كي ترابيه يترابي لك، يا اما جبديه من الكونجيلاتور وترابيه، يا اما تشكي تشري حطيه شويه يجمد في الكونجيلاتور وديري الوصفه تاعك. بعدها حطيت اللحم، حطيت شويه نتاع المعدنوس، حطيت الدجاج اللي رابيته، وراح نبدا كيما قاعدين تشوفوا يا البنات ندير بهذا. البنات اللي ما عندهمش هذا الموس هذا، حطي كل شيء في الروبو، حطي كل شيء في الروبو وخدمي عادي، وخدمي عادي خلاص. عادي هي شويه ديفيسيل، تاخذ فيها خدمه شويه، مي الا حبيتي ما تكسريش راسك خلاص خلاص ديري في الروبو وخلاص. حطي لي زانغريديون تاعك، حطي البصله، المهم البصله ما ترحيهاش رقيقه بزاف باش تجي باينه في الكفته تاعك، تجي باينه. بالنسبه هكاك عليه الموس هذا بزاف هايل. درك راح نبداو نحطو لي زيبيس نتاعنا. بون في لي زيبيس واش حطينا يا البنات؟ حطينا ملح، فلفل اسود، اللي انا حطيت فلفل اسود، حطيت لهنا شويه هادو توابل نتاع الدجاج، توابل دجاج، ولا ما عندكش توابل دجاج ديري توابل نتاع الشاورما، شويه نتاع كركم، شويه نتاع ثوم مرحي، وشويه نتاع فلفل حمار حار شويه برك، ولا حبتها حاره حطي بزاف. وحطينا الملح، ولهنا يا البنات السر اللي يخليها مليحه الى عندك الشحمه، حطي شويه شحمه فيها ولا رابيها وحطيها، وإلا ما عندكش الشحمه يا البنات، ما عندكمش الشحمه ديريها بشويه نتاع زيت، حطي زوج مغرفات نتاع زيت فيها وخلاص باش تجينا طريه من داخل، وكي طيبيها ما تيبسلكش. هذه يا البنات هذه خلصتها، جات واحد الكفته روعة روعة روعة. بما انه اللحم غالي على الدجاج، تقدري تديري الكمية تاع الدجاج اكثر من كمية تاع اللحم وتعطيك كمية لا بأس بها. انا لهنا كوشتو نصف صدر نتاع دجاج وحوالي 50,000 نتاع فيوند هاشي، مي دارت لي كمية معتبرة يا البنات. هاكو قاعدين تشوفوا، شوفوا الكمية اللي دارتها لي، معناتها كمية عائلية يا البنات، كمية عائلية 50,000 فيوند هاشي ونص صدر نتاع دجاج. انت تقدري ديري 50 فيوند هاشي وصدر تاع دجاج، ديري تما زوج. وهذه هي البنات راح تعطيكم كميه لا باس بها، هذه اعتمدوها سورتو في العيد يا البنات، والله ماكم حتستغناو عليها. سورتو شوفوا حنايا في العيد عندنا الاولاد صغار ما يقدروش يمضغوا اللحم وكل شيء، والناس الكبار ثاني ياك وتعرفوا اللي ما عندوش الفم، اللي عندها الرحايه نتاع اللحم هاي مليحه ترحي اللحم تاعها ودير بها، واللي ما عندها شي كي تروح تقص اللحم تاعها تقولو يرحي لك، خير دي مرسو ارحيهم واعتمديها لوليداتك، هادي ماكش حتندمي عليها، وتقدري ميم توجديها وتخبيها في كونجيلاتور وشيها تفصلي بيناتهم باش ما تلقيهمش لاصقين، وبعدها تجبدي وتخدمي بها عادي. هذه هي البنات بالنسبه للكفته، خليتها اباغ في الفريجيدار باش يحكموا توابل كل مع بعضهم، ورحت حضرت معاكم الخبز. الله الله هذا اللي كي تشوفيه كيما هكا تقولي هذا راهو معجون، وخلاته تنفخ وخلاته خمر وخلاته وخلاته وخلات. هذا يا البنات ما يدي وقت، ما تخليه يرتاح ما والو، حتخليه يختمر خمره واحده، وبعدها راح تحطيه في البلاطو وتحطيه مباشره في الفرن تاعك. اللي عندها الفرن الهوائي يشعل من فوق ومن تحت راهي احسن واحسن، راح يجيها خير وخير من فوق، واللي ما عندهاش الفرن زي تاعي انايا يشعل من تحت، نشعلو من تحت كي نلقاه نتافخ شويه راح نشعل عليه من فوق ونخليه يحمر. لهنا بالنسبه لاباط نتاعي واش حطيت فيها؟ مغرف نتاع خميره، مغرف نتاع لحظه، مغرف نتاع سكر، شويه نتاع ملح، وحوالي زوج مغارف ولا ثلاثه نتاع الزيت، ولميتهم يا البنات كيما راكم تشوفوا يكون شويه طري، هذا هو القوام نتاعو، لميتو يكون شويه طري. لهنا عمرك تمسي العجينه بيد وحده اللي قاعده تخدمي بها، لازمك تغسلي وتمسي، لهنا يتلاصق مي مش بزاف بزاف، هاكو قاعدين تشوفوا باليد الاخرى اللي شايحه، لهنا خليته طلع لي يا البنات ضعف لي الحجم تاعو، ما با واحد المهم يرتاح. وشوفوا انا خليته واحد بالك 10 مينوت ولا 15 مينوت،
وجبتو يا البنات دخلتو في بعضها كيما راكم قاعدين تشوفوا، ودرت كويرات صغار 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 انتي وعلى حسب الحجم اللي راكي حابته. انا كشتهم دي بتي بان درتهم، يعني ماهمش كبار بزاف ماهمش صغار بزاف. الكوريه قد تاع المسمن قد تاع السمنيات، هذه يا حبيباتي. ودركا راح نبدا نفتح معاكم مباشره. وشي اللي هنا السر نتاع نجاح الخبز هذا هو السر في الخدمه نتاعو. شوفوا الخدمه نتاعو كيفاش تخدميها، بزاف 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 هايل يجي البنات. وكشتو كيفاه جا فارغ وكامل جا فارغ، ماشي قال حبه تتنفخ وحبه ما تتنفخش كيما البطبوط. هاكي ديري اللي تنفخ تنفخت، اللي ما تنفختش هاكي تحطيها. شوفوا البنات تحليه كي تحليه تحليه اوفال، جاي بشكل بيضاوي وجي طويل. وانتي واش تحكمي ديري تمسكيه كيما راكم قاعدين تشوفوا هكا، وما نضغطش بزاف وندورها. اللي احنا كي نحط في البلاطو تاعي ما نحطش على الوجه اللي كان من تحت، نحط على الوجه اللي غلقته. هذيك هي الوجه اللي نحطه فوق البلاطو. هذه يا حبيباتي راهي الطريقه جد موضحه، هاي الطريقه بزاف واضحه امامكم. هذه هي الطريقه نتاع الخبز نتاعنا. راح نكمل الكميه تاعي كامل، دوك ندهنها بشويه نتاع البيض وحوالي نص ملعقه نتاع خل ولا مغرفه نتاع حليب باش تروح هذيك الكو تاع العظام برك وخلاص. لهنا دهنت كيما راكم تشوفوا يا البنات. وبعدها كاين اللي زينتهم بالجيج العنيه، وكاين اللي زينتهم بالسينوج. وش هي طيبه يا البنات، حطوه يطيب على 180 درجه وعينك ميزانك. وام ام كي قاعده تشوفي، ولهنا انا ما حطيت الخبز قاعد يطيب، سخنت البانياز نتاعي وحطيتها كيما هكا لهنا باش تجيني هذيك الجو نتاع المحلات. حطيت ملعقه نتاع زيت باسكو ما فيهاش الشحمه. انت الا درتي الشحمه ما تحطيش الزيت باسكو الشحمه هذيك راح تطلق لك. وانا الجزار اللي درت عنده هزيت طرف تاع اللحم ورحاهولي، طرف تاع اللحم ورحاهولي ما فيهش الشحمه. صافي الا ريحيتي طرف تاع اللحم فيه الشحمه ما تزيديش الزيت، بصح الا ريحيتي طرف تاع اللحم ساك ما فيهش الشحمه زيدي شويه زيت باش يعطيك الاحمرار هذاك والبنه وكل شيء. هذه هي حبيباتي لهنا الخبز نتاعي راهو قاعد يطيب، ولا فيونداشي تاعي قاعد طيب، ولي فخيت نتاعي تاني راهم طابوا. وراح نبدا دريساج نتاعي، درت لهم كشغل زيت على المحلات شويه. المهم درت لهم دي بلا سبيسيال، الحق تاع شينا حنا وكيش الزوج زدت حطيت له تاعو ما قليتهم لوش معنا حتى من بعد باش حطيت له، حتى نعيط لي قليني قربت باش درت. فوالا البنات هذه يا حبيباتي لي فخيت نتاعي طابو. لي فخيت البنات راكو قاعدين تشوفوا فيهم جاو مقرمشين هايلين. نعطيكم الطريقه كي ديري لي فخيت تاعك شليها حتى نصف الماء تاعك، كي تقصيها شليها حتى نصف الماء، وبعدها تشلي للاخرى حطي مغرفه نتاع نشا فيها، مغرفه نتاع نشا خليها. وكي تعودي حتقليها صفي الماء هذاك وحطي الوحده تاعك تتقلى. صدقوني يا البنات راح تجيك روعه روعه. شوفوا البنات الخبز، الخبز اللي هنا راهو سخون روعه 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 يا البنات. على بالي تجربوه، ادعيوا لي بالخير وفرجه ممتعه حبيباتي. وشهيتكم في الجنه، ونتمنى كنت خفيفه ظريفه عليكم وفدتكم ولو كان بالقليل. الوصفات نتاعنا تاعنا اليوم بربي ان شاء الله دوك نرجع للدار الجديده ان شاء الله ونستابلي روحي وعوده ميمونه ان شاء الله يا ربي. وكل شيء بقدره ربي وبيكم انتم تاني وتشجيعكم وهذه هي ملاقات الخير ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه حبيباتي، الى اللقاء.